أصبحت هذه النتائج اللي حصلنا عليها أصبحت جريمة وأصبحت غلطة في نظر البعض. نعمل لك إيه يا أخويا إذا كان أنت كنت اختار طريقة أخرى؟ الجزائر ما سرقت أي واحد، ما أخذت فلوس أي واحد، ما مدتش يدها. نسلف في العالم، لكن الناس اللي يسلفونا يعرفوا باللي لما يوصل الوقت نتاع الخلاص ان شاء الله نحيوها من اللحم نتاعنا ونخلصها. اجمعناها دينار دينار زائد دينار زائد دينار، وبنيناها جامعات ومدارس ومستشفيات ومركبات صناعية ضخمة، وسنبني مصانع مركبات ومصانع وجامعات جديدة.